دكتور وحنا رجنا إن مجتمع الرجل البيض ويسكت إيه إن هو الدنيا ده كقصب أخلاقيات كيسة إن الدنيا ده كلام مجتمعات كله لكن هو أمسية هي إن أخلاقيات كيس كو قصر يهين لكن أكتوبر مركي أي العضي وحلو وهذا حق هذا شرته إن محوية هي شيء كقصب يهيني من أخلاقيات كنزر ليس الرئيسه مد كم دم فكرين تواوين أو مريكان وحق راي بوك وبحيي إن يعني لما تكي يلبح لماذا محولي هذا سوكوبو أن آدم هو أخر مري انتي ونولا إن اسبدل كاي أخر مركاسنا وحوق عليه تجابوين بدل النرال تجابوين كحكم إذا تجابوين قروح النقدين سيد حرية حقوق آدمها ديمقراطية محوله مركا وقدم بين اسم بدل ذني يه قر مركان وحوق عليه ماشي وقدم بيسي رجل بيضة يكسر الماضي ما نجرو البحني ما كدم بيسي البحني ما دي أسر ريسي اللي قاري كري مجتمع قاري واتا وفكر كيسون إني قاري ماشي أسر ريسي كاسنا وياهي البحني ما دهل كي أسر ريسي أدمه مركو حرية حقيقية وديمقراطية حقيقية حقوق الإنسان كحقيقية وحو قاري ماشي أسري ساس ترتيد يعني أم دخلنا إن أي كوطة إذن وحي قاري نوكل أي قاري رحيك البيتكو أي ربان نكردغان فكر كنوحان إيا هذا الكني مركي إيا الله إيا عقيدة أيوه النقضي أنك ودتك أسر إيسانها وإن الأدمه برا مركا ونكو تربية إنو إن أي ميشان سوكار نسوكار أن يخلقيات كان سيدا شاك تيبا أرنتا تاني وحي عضي سي ما أكتوبر بيسي ما فشيلين أرنتا وحكا لو بي دغالك عراق أفغانستان يما يلبا دانو كلا دوما لان يرتان كنو لان مرايكان يو فكر كري قلبيد أرنتا أرنتا أين أوفير سنبا جرتا أرنتا أوهر يسو حيتاي مركا إيغا لو إيغا واسحورتا عدالة يوحى كجرى شكي كما جرى إن حقوق الإنسان كرجل بيتك الله إلى ليه مركي دونك الله يجوا حرية بجرتة دونك المرك الله يجوا يجي أد حرية بدن كجرتة ديمقراطية كجرتة رجل بيتكو وحي كسر ليس لما عندي ديمقراطية كلا عالم كجرى تسمعني هذا ما حلا بعرض كما ديكنا مركا كوباد إن أي دولتك لمركا قميستان ما يقبصدان إن يكون حكومة يان أخلاقيات كاي عدالة دولت دا يقبصدان صحوي قارين قد أهم بيو قارين أرمهاسي حقوق الإنسان كسوقات سالاهن حقوق الإنسان كوضن كوضا والو حكومة لكن مركا دولتك لقبصدان أما وح حقوق الإنسان احترام المجر والوحد قد باوليبا وحد إبان عمار كان وليبا عدالة حتى أكتوض عدالة ولا قسم مخاطب أنا كاهي لكن مركي وضع مكة لا ما وضع كدبي دي سوء حكومة يعني عدالة مجرتو صلاحان وكلا ظلمي أمرك لا جه الله يو ظلمي جويدي ذن أنا أنت تانا وضع كود دبي دي سوء لقمة حكومة حديث أوفير سو محمد أو دتك وضع كود هنا كرنا ينن حديثك بخاري بكتيرة أن صحابة ميت كم بدون ملايين وصايب هي مصر يجوي وقتي وها مصر عمر بن عاص وكاها مسؤول كان ففي مجلس واحد شري فدي أي مركب فديين وعمر صايب وحوري حال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قيام ضمد عيسو إلا روم إن دتك أوغو بدن تاي موين يعني روم أوغو بدن ورجل بيضا دم بروم ليدا عرب رجل بيضا دم بروم ورين شرين ما تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس عمرو حيود مركا ويحك انظر وحل هذا هيك فرسو أيو دهي عمر باورني أرانا رسول كلا كم مقلي أنا هذا المسلم السنة يا يولا وحنا نفتي كم مقلي ما يعني أنا كم مقلي رسولك حديثة شيء سي يهيب عمر ورجل بيت كنو عايهين وحديث كان النبي قصيدة عيدي عمر حبش بوتغي فرس بوتغي رجل بيت بلا رقمي وانا خبيرة وحبضانا قرناي وحبضانا عنا ليسي كسامين كري روري هدات ساتي لي وحيليين أفرار ريموت
ودتك او دقدق بدن مركي عرران سو نقدك دغالك عرران او كلي يعني مركب اي سو لابريا او سو لابش بدن ويه دغالك ديب سو نقش بدن لو ودتك او دقدق بدن اني دقدق او سو واقصدان دباتدي كو دحداي مصيبتي كو دحداي ودتك او نحريس بدن أغون إيه أرمالا إيه مسكين إيه قفاهم حبيس ماانتا تبرعاتك أغو بادن ماها إنك حاكين إيه آدم وحيكا تمدرها قلبيتك إيه كسوغتا إسبر بردق ما وجر بقول كيبا صدح لما إيه عربي تبرعاتك إيه بحيان مركا لو إيه قو رح قلبيتك كلام كيسي واسح هذا الكيسي مركا وادتك أغفق إني بقرر دادتك تلميان هذا جزء من تحليل انا رنكان بدا تحليلات كي عمر ارنتان كسمي وانا سحر انتني عمر شيء وحي قال المركا شيء اد وهر مرسان دنك فكرك ادمه هيو مامولكيسا مشكله دود سو حيت لبا ريمو ارنت كوبد حيت هي مركا امدها كلا كو حكوميان ارنتان قيم كان اخلاقيات كان ما سمينيان دبات لا حيت هي مركا نعم يعني مال في عوي قارين أرمها كاني لكن مصيبوين بضن أيها استردنك أخلاق دا وحاوي نرشي إيو إباحيات كي في المدعون كي وحيابها يا أخلاقية كنوع أسلمات لأنهم مسيطرين ما داموا لكن أيها استان علام كي لبضا أرمات بويفافيين أخلاقيات كي حما يكوي في عنابة مكال أليرت وحي مروا البيقين دنك في عم بيقين وكريون أيان ويأمان أيان لكن أرميه كلاو صعودة ما دري مين يو خطر أرنتاس لكن دالنير توحان كرجين إني أدو حوك لساران كحون في عنا قاتان أحوال بوية اللم رقل بيد وحون ماها وحي في عوان كقاذن إنا وحيا باحون حون إليهين واسكيلة علينا إنا حان إسكود إنا إنا سكيلة أرن كلاو حاجر تدكتور مارد اسقطها لا ليرت بيسون ما اولون ايو لكن تذكر دون وان شخصيات كتقديس لو سمي مرتبه سري هير سري لغارسيو يعني شخصيات كوا لوينين يا اقونتودا ايو تاريخودا لكن انو غاره ما حصل ان اتلوت لو تقديس ودك كوبد عياره او كلي هير سري لغارسيو قفان قلدمينين اعتقد ان هذه سنه نبيضه كلي تقديس لو سمي وكلا انا سيركتا طبعا يعني هذا الكاغ صح ولي بحان كدريا حتى علماء يدعى تقديسا كسمينينا الحكام لا تقدسوهم ما في تقديس قفنا لما تقديس انكر دينت ما اقول ان قفله تقديسيو الا رسولك ايا تقديس اسكله اللي يا النبي يا معصوم انت هذا هو كاس الله تقديسك ونقن يا صح لكن هذا موسى اسمها أرنت تالي مكاسي دينتينا أسالها ويكجرتها لكن وحان أسالها نطا إننا نقفنا تقديس هذا تقديس كمعنى يو وإن تسالها وإن قفك وقفك نقضه سواء كلاو كريوضين نقضه إنو بغيستو ومعدنا يالو لابد أرمونا يحنيين مركا ويو حالقيا إن سواء كلا نقضه لكن مشكلة ياكو تسالها نقف سنكرتها لكن سيكالا نوري قبا سيكالا نوري قبا داني يروي قفنا قديشه كدغنينا هل قفنا رسولكم بوين وانما قاعده قاعده مركه وحاد ييلتان دد بدن اود كديتان هل قفد كديتان سميسن سيده معنى ما في ان مشي وقف دمايسترن وين غنبيت ادم رسولكم بوين صلى الله عليه وسلم هو الانسان كادمه كليه الهي دمايستر وسمي النبي محمد سأسترت دون قدينا النبي وراعنا السنة ديس وراعنا أنت أنا وقف عن النا لكن ما كان لما نتو هذا ولا ماذا هو جام أنت ريا تتكن ثوب ريا شاء كبد ريا رأس سكر لما وحولي وحيابه وحيابه يعبه وحيابه كوفي عين وفدا ما يسترن مشرن سلام مرة حن سو مرة قفان شقالي سيني أي أنت بدن تتكن ما كان وراي سنة وحنش علينا وديو أيها قوم حيت هاي مركة شقين يسد مر قبره يحوم يدي وحي قلت أنا عيب ما لهيبة سا وحقول لي ما شاء الله هدي عيب هذا الله وحي كده أنت والله ما يسترن تاي هذا مرة ما يسترن ما هي مرة ما يستر يا ده هدي هذا لما يستر أنت عيب الله هذا حيت لي إيك هذي بلا كفكرة مركة بلا كفكرة يا ده إسلقا عددا سؤال شيء كان يوديني قف كانت كنت ضيعني سنة
افتين كايدين عيبو ما لهم سوى دمايستري كل عيبو له رسول كموين صلى الله عليه وسلم قف كالستو كله عيبو له سسترتيد وحان ان كلها تلنيا وحاد سميستان ضبان ود كديتان هل قفيت كديتان سميسان يعني حبجيدين تهيب البنك ودينيا سيده خريده لو سمي هيب البنك ودينيا صالحان قوه الشخصيه اريد اكون مثل يعني وحاد سميستان ضدك وحاد كدورتان dadku waxay u fiican yihiin qof walba ka dayda inaad ku dayataan wuxuu ku fiican yahay dib maahan laakiin hal qof inaad ku dayatid oo tusaale ku noqdo oo wax walba aad saga ka dayto waa musibo khayr iyo shar baad ka dayaneysa arintaasina aqli ahaan iyo sharci ahaan buux jirta ma aan doktor waxaan aragnaa dagaal qarxa oo ay sababaan in shakhsiyaad taqdiis lagu sameeyo meesha ay joogeen heerkooda heerka sareeya legacy hada kubada iyo laacibintii iyo waxyaabaha aan ku tusaaleeyno laakiin markii la balaariyo waxay keenin karaysaa burbur bay keenin kartaa ha sax way jirtaa salaahan nabiliyon markii taqdiis lagu sameeyay hel hitler oo kale ummadoodii way dumiyay aadamiyi way dumiyay taqdiiskii waxaan iyo aadamaha meesha joogay iyo heerkiisii la dhaafiyay waxay keenaysaa in ummadaha dumiso ممكن يسبب مصائب على البشر صحيح بالفعل